قدم العلماء أدلة جديدة على سبب وجود خطوط على جسد الحمار الوحش. تبين أن هذه الخطوط بتهدف إلى تضليل حشرة ذباب الخيل مصاصة الدماء التي تتغذى على دماء هذه الفصيلة من الحيوانات وتنقل أمراض مميتة. وأشار الباحثون إلى أن التجارب كشفت أن ذباب الخيل بيواجه صعوبة في الهبوط على جسد الحمار الوحشي بينما يهبط بسهولة على أجساد الخيول ذات اللون الواحد. وفي إحدى التجارب وضع الباحثون أغطية بها خطوط على أجساد الخيول ولاحظوا أن عدداً أقل من الذباب وقف عليها مقارنة بالعدد الذي هبط على أجساد نفس الخيول عندما وضع العلماء أغطية ذات لون واحد عليها.